إذن سي شفيق طالي، فيما يخص المجال اللي خدمت عليه هو إدارة الممثل، يعني كيفاش المعايير اللي اعتمدتوها في إعداد الممثل باش يشارك في هذا العرض المسرحي؟ أولا هذا شباب ديال الأحياء الهامشية المهمشة اللي كتعاني من الإقصاء، حنا فتحنا لهم هذه الزاوية ديال الفرح والزاوية ديال البهجة، وحاولنا نأطروهم ونجشلوهم من المساوئ ديال الشارع والقرب. حسن حظهم هما محظوظين بينا وحنا محظوظين معاهم، يعني أننا اكتشفنا جواهر في الحقيقة مخفية ما بين الشارع. المنهج اللي كنا خدامين به مع الطاقة الشابة هو من فن الارتجال، حيث أننا جبنا الشباب وكنطلبوا منهم دائما في كل مرة أنهم يرتجلوا مواقف اللي كتعبر على حياتهم اليومية، اللي كتعبر على شخصيتهم، اللي كتعبر على معاناتهم، باش يكون عندنا واحد المنتوج صادق. فالشاب ملي كيرتجل موقف كيعاني منه أو كيعيشه كيكون كيعطيك واحد المنتوج يعني داخلي، كيعطيك الصفاء ديال الروح، كيعطيك النقاء، ما كيكونش كينافق، ما كيكونش كيكذب، ما كيكونش كيمثل، بمعنى كيكون صادق. الشاب يكون صادق. دينا معاهم هاد التمارين ديال الارتجال. من بعد قلنا له مزيان، علاش ما كل شاب فيكم يعطينا قصة؟ نتوما شباب وكنعرفوا معاناة ديال الشباب هي مختلفة، ما بين معاناة نفسية ومعاناة اجتماعية ومعاناة مع الشيخ ومعاناة مع الأسرة، كل واحد يعطينا قصة. هاد القصص هذه هي أصلية ديال كل شاب عنده قصة كيعبر عليها بطريقة أخرى. حاولنا أنه ما تكونش المواضيع مكرورة، ما تكونش قصة كتعاود شي مرات، ولكن كاين تصادي في النهاية. هي تجربة حياتية ديال شباب معاصر كيعيش في هاد الجيل. إذا هو كيحكي معاناته اليومية، كيحكي أحلامه، كيحكي طموحاته. كل شاب عطانا قصة. من بعد اصطرح لنا العقبة ديال كيف سنجمع هذا الشتات من القصص، يعني كل شاب عنده قصة، كيفاش نسطرو أننا نعملو هادشي في عرض مسرحي. العرض المسرحي الكلاسيكي نتوما كتعرفوه، كاين نص مسرحي، كاين الممثلين، كاين المخرج، كاين كدا. ما هو كلاسيكي ما غاديش ينفعنا في هاد المنتوج، لهذا قلنا نستافدو من المنهج التجريبي، أننا نخدمو شوية ديال التجريب. حنا بحكم الخبرة اللي عندنا قلنا نمارسو هاد الحقل هذا، نجربو شي شويش. جمعنا هاد القصص ديال هاد الشباب في هاد العرض التكاملي اللي فيه شوية الموسيقى، فيه المسرح من حيث التشخيص، فيه الغناء، الرقص، فيه الحركة، فيه التعبير الجسدي، فيه الموسيقى اللي استخدمناها هي أغلبية موسيقى تعبيرية، ولكن هي موسيقى ديال الموقف. في حادث العرس اللي كان غايب على عقله عطينا هذيك النوع ديال الموسيقى، بحال كتبان بحال الجذبه ليا. نعم، اذا اكتشاف هذا الممثل ويعني كيحتاج في يعني اول تجربه اداره الممثل هذا، يعني مراعاه سواء كانت يعني من ناحيه التكوين ديالو كما قلتي، يعني من خلال التدريب، وكذلك اعداد الممثل من ناحيه النفسيه، من ناحيه يعني حتى هو محتاج ان يعني الممثل كتعرفوا الشروط اللي كيمارس فيها والظروف اللي كيمارس فيها. انتم كيفاش تعاملتوا مع هاد الشباب هادو باش دمجوهم في المسرح؟ حنا عندنا الشاب اول مره ما كنكثروش عليه في النظر، مابقاش يدور على النظر ديال المسرح وعلى الاتجاهات وعلى التيارات. حنا كنجيبوا الشاب كندخلوه داخل المجموعه، وداخل المجموعه كاين جو ديال الصداقه، ديال الانس، ديال يعني واحد التعايش اجتماعي وصداقه حقيقيه كاينه بين هاد الشباب، حيث انه هاد الشباب كتجمعهم محبه وكتجمعهم احتفالات. فاش كيكون شي واحد فيهم عنده عيد ميلاد كنحاولوا نفاجئوه، نعملوا له عيد ميلاد جماعي. نعم، هاد الاجواء. اذا فيما يخص هاد الشباب هادو، يعني الافاق ديال العمل معاهم في المستقبل؟ هاد الشباب في الحقيقة هما كلهم طاقات، هما الكنز الصراحة، بغض النظر على التكوين الأكاديمي المعمق، هما جايين من المدارس الإعدادية وجايين من المدارس الثانوية، وكاين فيهم اللي ينفصل على الدراسة. عندنا الأصناف ديال الشباب كامل، المتمدرس والمشاغل
كل هاد الشباب كلهم كيما لاحظتي كتجمعهم هاد اللحمه اللي جابهم حب العمل الجماعي. استطعنا اننا نحبوهم في المسرح، استطعنا اننا نقنعوه انه يؤدي المسرح حق الخشابه رغم انه ما كانش كيعرف المسرح وما كيعرف عليه والو. الحقيقه هي مرحله. شحال المجموعه ديال الشباب اللي شاركوا في هذا العرض المسرحي؟ 11 شاب وشابه المجموع بلا الاطر التقنيه اللي هي الساق المجموع. نعم، والإكراهات اللي واجهتكم في هذا العرض والتحضير ديالو في الناحية ديال الإكراهات في الأول حنا ما كنفكروش في العرض المسرحي في البداية. علاش؟ ملي كيكون عندك شاب جديد صعيب تعطيه ضرب تقول له حضو أديه. على ذاك الشيء حنا بدينا في فن الإرتجال. هذا فن الإرتجال هو واحد الفن كيدمج لك واحد الانسان ولا واحد الشاب كيجي لواحد المجموعه وكتعطي له فرصه انه يعبر. فن الارتجال ما كتكونش توجيهات اخراجيه وكذا كثير، كتعطي غادي نجيك واحد مساله اخرى. يعني هاد المواهب اللي اكتشفتوها يعني في المستقبل انتم مقبلين على ميران ديال المولودراما، يعني هاد الشباب في المستقبل ينتظروا يشاركوا في الدوره اللي ماجيه؟ في الحقيقه ما غاديش يستطيعوا يشاركوا في الدوره اللي ماجيه. انت كتعرف المهرجان المدرام حنا كنفتحوا فيه على طاقات وعلى تجارب. عندنا طبعا كاينه شباب طاقات اللي عتمنوا المدرام ديال الجمعيه، وكاينه عروض اللي كنجيبوها من خارج المدينه. ولكن اللي جميل هو ان هاد الشباب هاد التجربه اللي عاشوها غادي يتمكنوا من انهم يلقحوها مع تجارب اخرى. فاش كتجي للمهرجان كيشوفوا تجارب، كيشوفوا اراء، كيشوفوا كذا. هاد النوع ديال التلاقح ما هو فني وما هو ثقافي كيزيد يعزز لهم الثقه في الذات، وكيزيد يعطيهم يتعرفوا مع ناس اخرين، وكيزيد يعني يبصم فيهم ديك الطابع ديال الحب للفن وحب للمسرح. فهاد الشباب انا كنظن في المستقبل ما نظنش يتخلاو على هاد الهوايه الراقيه وعلى هاد الاحاسيس الجميله.